كيف الوضع عندك؟ تعودتي على الشركة؟ ايه تعودت عليها بابا، سنة بالكتير بكون صرت المديرة. طبعا بنتي رح تصير المديرة. الشركة هلا لكم انتو، تفقوا بين بعضكم ثلاثتكم. معناها خلي الشاطر هو اللي يكسب بابا. لا خلينا نحط المزح على جنب، أنا عن جد كتير فادني الشغل بالشركة، قصدي ما كنت بعرف كيف اتخطى الفترة الماضية لو ما اشتغلت. سمعيني، هداك الزلمة ما عم يتصل ويضايقك مو؟ لا يا ماما أبدا. منيح. ست شكران؟ قلت إنه ما رح يزعجها، لا عاد تسألي، سكري على الموضوع. قلي بابا، عن جد أنت كيف حليت الموضوع؟ كيف هيك استسلموا بهالسهولة؟ أنا حليت الموضوع وخلص، لا تسألي كيف، لا تفكري بالموضوع كتير. طاهر بيك؟ وأنا عم بسأل هالسؤال، ما ضل مصيبة إلا وحطوها فوق راسنا كل الوقت بسبب هذا الزواج. كيف حليت الموضوع؟ إيه عن جد بابا، قلنا كيف، عنا فضول نعرف. أنا هددته لسيد إسماعيل. كيف يعني؟ وبشو هددته؟ ليكو بقى، أنا قلت اللي قلته، خلص سكروا على الموضوع. كرمال الله طاهر بيك، أنت ما عندك ثقة بمرتك وبنتك؟ الحقيقة كان في إشاعة من زمان كتير، تتذكري شكراً؟ ظفر كان له علاقة، وأنا بس تأكدت إذا كانت حقيقية ولا لا مو أكتر. أي إشاعة هاي؟ بكفي خلصينا. هي نفس قصة إسماعيل وجولاي وتبنيهن لإله؟ شو قصدكن يعني؟ يعني إسماعيل مو أبو لظفر؟ خلاصنا بقى، خلينا نسكر على الموضوع، إياكن بتحكوا بالموضوع مع هذا الموضوع كتير حساس، فهمتوا علي؟ وأنا ما كنت رح استخدمه لو ما كنت مضطر. إيه سيني، ما حدا لازم يعرف بالموضوع. إيه شكراً، أنا بقول إنه نعزم سيبيل والعريس على عجل مسافة، شو رأيك؟ منيحة كتير، فكرة حلوة والله. نحن ما عم نجتمع كعائلة أبداً، ها؟ سنين، أنت تعالي كمان، ما تروحي لمحل تاني ماشي؟ ماشي بابا. أنا رح أتصل بسيبيل بعد الفطور. حبيبي، لسه ما أكلت شي. شو إيرهان، كيف الأمور بالشركة؟ تعودت على الشغل؟ ايه تمام طاهر بيك، أنا مبسوط والشغل كتير منيح. ليش عم تنادي لي طاهر بيك؟ نحن صرنا عائلة، إذا بتنادي لي بابا مو أحسن؟ إيرهان عنده أب واحد بس واسمه بابا برهان. صحيح أختي، أنت شفتي ملف الخطط الدعائية؟ ما صح لي وقت أسألك بالشركة، لسه ما طلعت عليهم بس بكرة بشوفهم. معقول نحكي بالشغل هلأ كمان؟ طول النهار وأنتوا بالشركة؟ خلونا نحكي بشغلات أحلى، مثلاً إمتى رح يصير عنا حفيد بهالبيت؟ أنا بعرف إنه أنتوا الاثنين عندكم خططكم وبرامجكم اللي شاغلتكم، بس نحن صرنا كبار بالعمر، يعني في أحلى من إنه نحمل ابن سيبيل بين إيدينا ونبوسه ونلعبه، مو هيك طاهر بيك؟ ما في أحلى من هيك، الولد هو فرحة العيلة. معك حق. بما إنه الكل موجود هلأ، شو رأيكم نفطر مع بعض بكرة؟ منحجز بشي مكان ومنفطر برا ومنغير جو سوا، فكرة حلوة ما هيك؟ كتير حلوة. بعتذر بصراحة، أنا مشغول بكرة، فينا نعمل هذا الشيء بغير وقت؟ إيرهان رح ياخد عائلة إليف والبابا برهان كمان إجازة بكرة لثلاث أيام. أنت لهلأ لساتك عم تزوره؟ إيه طاهر بيك، من فترة قصيرة كرمال صحة بابا برهان مو أكتر. نحن منعزه ومنحترمه للسيد برهان، بس ابني علاقتك القديمة مع بنته وهي كمان هلأ على علاقة مع تونجاي، يعني ايه معك حق ماما، الموضوع كتير معقد. ما في شي معقد بالنسبة لإلي، يعني أنا معهم كرمال صحة بابا برهان، وبس تتحسن صحته ويصير أفضل رح أنهي أي علاقة بتربطني فيهم، ما في داعي تاكلوا هم أي شي بنوب. أنا برأيي ما في داعي أبداً تعمل هيك شي ابني. وأنا بقول بلا ما نحكي بهذا الموضوع هلأ، ما خلينا بعد سهري إيرهان شوي عن جو هالعشاء المتوتر، شو رأيكم؟ ليش من شو بيشكي عشانا؟ لا هيك عم تحكي؟
الكل بيعرف إنه اللي بيكون فرد من عائلة كور أصلاً هو شخص محظوظ كتير. طاهر بيك، نحن كمان لازم نحكي بهالموضوع. إيرهان بيعرف كتير منيح شو منقصد، وبظن هو رح يفكر بالقصة. إيه فهمت كتير منيح، وأنا بوعدك إني رح فكر بالموضوع كمان. ويمكن تعمل مقارنة مع عائلة إليف كمان. شو قصدك؟ إيرهان، أنا برأيي بعد العشاء نطلع ونقعد بمكتبي، وهنيك رح نحكي رجل لرجل. أكيد رجل لرجل، وبظن أني رح أسمع نصيحة. ما لا، مو نصيحة، محادثة، إذا بتحب تسمع أفكاري. طبعاً. استغفر الله طاهر بيك، أكيد. شبك صهري، ليش متوتر؟ ما رح أعطيك نصيحة كبيرة، بس رح شاركك بتجربتي بالحياة. ليك، كتير مهم إنه الشخص يقضي وقت مع أبوه. لازم الأب يكون جنب ابنه، ما هيك؟ صحيح؟ لحتى يشعر بحبه وثقته. الأب لازم يكون مثل الجبل، ولازم الولد دائماً يعرف إنه أبوه سانده بقوة مثل الجبل. أولادي بيعرفوا هذا الشيء. بس أنت... أنا؟ أنت ما بتعرف، علاقتك بأبوك معروفة. طاهر بيك، حكينا بهذا الموضوع من قبل، وبظن ما في داعي نحكي مرة تانية، مزبوط؟ بس في ناس ما بتتعلم من أول مرة، ولازم نعدل ذات الكلام. ليك، أنا دائماً كنت عم اشتغل لمصلحة أولادي. بعرف ما لازم أحكي هالحكي، بس هي الحقيقة، أنا دائماً اشتغلت لمصلحة أولادي، وحاولت وجربت كتير وتعلمت من أخطائي. شفت اللي صار؟ انكسرت مجرد ما تعرضت للضغط. ولازم تعرف إنه هيك البشر كمان. وشو مناسبة هذا الحكي طاهر بيك؟ شو ما فيني أحكي كلمتين مع صهري؟ اعتبرني مثل أبوك. ليك ابني، علاقتنا بالبداية ما كانت كتير كويسة، بس أنت ببساطة قدرت ترضيني بشجاعتك وذكائك، مو؟ بس إياك تفكر إنه أنا ما فيني أكسرك إذا بدي. بدي أقول لك كلمتين. أولاً، أنت هلأ صهر عيلة كور أصلاً، وبدك تتعلم تعيش حياتك على هالأساس. أنت بتمثل كنية كور أصلاً. ثانياً، أنت بكل حياتك ما رح تكون كور أصلاً حقيقي، سواء مثلت كور أصلاً أو تزوجت سبيل. طاهر بيك، أنا ما بدي هيك شيء. يعني أنا ما تزوجت سبيل لأنها غنية ولحتى تصير حياتي أسهل، أنا تزوجت سبيل بس لأني بحبها، ماشي؟ اطمن. يعني ما عندك مشكلة إنك تكون إيرهان الفقير اللي إجا من شوارع بورصة بعد ما أبوه تركه، وتتصارح مع هالحقيقة وتتقبلها لحتى تموت؟ لا لا، أنا بحب كنيتي كتير، ما عندي أي مشكلة أبداً. فرحتني كتير بهالحكي، ولو غير هيك ما كنت رح خليك تعيش حياتك مثل ما بدك بعد زواجك من بنتي، وتكون جزء من هالعيلة. طاهر بيك، بعد إذنك أنا لازم أمشي هلأ، الوقت تأخر وصار لازم نمشي أنا ومرتي. خلينا نطلع. شو صار صهري؟ تهيأت شي من سماع النصيحة؟ لا استغفر الله، بس انت عم تحاكيني هذا الحكي لحتى تورجيني قوتك. اطمن، انا فهمت. مثل ما بدك، تفضل. نحن عملنا معك صفقة يا طاهر، بس للأسف ما وفيت. انت زعجتني وخربت علاقتي بابني، وطبعا رح تدفع الثمن، كون متأكد. اسماعيل، اطلع برا بيتي ولا تهددني، نحن ما ضل بيننا شيء. ما ضل؟ نسيت انه لساتنا نساير؟ هالشيء رح ينتهي بالمحكمة. والا والا شو؟ انت بدك تكشف سري؟ تماما. روح احكي مع ابنك وقول له ينهي الموضوع. ظفر صار بيعرف كل شيء طاهر. كيف يعني؟ قلت له اعترفت بكل شيء، ومع الأسف هيك أنت ما ضل عندك أي شيء ضدنا.
وفيك تروح تحكي لمين ما بدك. اسمعي، انت قلت لابنك بنفسك لا تحقد علي بدون سبب وترك عائلتي؟ لو ما انت لحقت هذا السر كان كل شيء حيكون منيح، وهلا ما ضل ولا اي سبب لحتى ظفر وسنيم يتطلقوا. قول لبنتك ترجع عبيتنا. هذا الشيء مستحيل يصير ابدا. طيب، بس انا ماني مسؤول ابدا عن اللي رح يصير بعدين.